هذا البرنامج إنتاج سيجا إحدى شركات مجموعة دال. ودائما عامرين. اهلا بكم. دايما عمرين هيكون البرنامج اللي احنا نكون معاكم فيه ان شاء الله. وبالنسبه للحاجات اللي هنعملها هتكون حاجات مش نقول تقليديه، هتكون حاجات اللي هي موجوده. واثناء زيارتنا للسودان قابلنا ناس كتير، او كمان كانوا بيبعتونا عن طريق الايميل او عن طريق التليفون بيطلبوا حاجات. الحاجات اللي هنعملها مش هنعمل حاجات غريبه او مختلفه، من نفس المكونات ومن نفس الحاجات اللي موجوده في السوق عندكم، او الاكل اللي انا اكلته او دقته او شفته، وهنحط عليه بعض التغييرات البسيطه، هنلونه، هنخليه متطور شوية، هنطوره ونعمله صحي. هبتدي معاكم ونعمل حاجة بسيطة جدا، هيكون مكرونة ورز. مكرونة ورز لونهم أبيض، مفيش حاجة فيهم لونهم أبيض. وهناخد اللي احنا قلنا عليه ان احنا نلونه، ازاي احنا نلون دول ونعملهم بطريقة مختلفة، وهيكونوا دول اللي احنا نقدم معاهم طبق رئيسي، وهيكون اللي هو طبق الضلع. الرز مش هنقولها ازاي هيستوي، او المكرونه رز مستوي والمكرونه مستويه. وبالمناسبه اثناء الحلقات هنتكلم برضو على الحاجات اللي هي تسويه الرز، كميه الميه، نوع الرز، كل الحاجات هنتكلم عنها. لكن دلوقتي احنا بصدد ان احنا نتكلم على الضلعه اللي هي بتتعمل في مناسبات كتيره، ممكن تتقدم ازاي وممكن نغير في طريقه طهيها ازاي. اما الرز او المكرونه اللي احنا بنعملهم بيكونوا مستويين، هسلقهم اكيد برضو، مش هنعملهم نيين، مش هنغير في الموضوع ده، لكن نغير في اللون اللي هو هتبقى فيه. فهحط هنا شويه كرفس وجزر وبصل، ودول بحمرهم وهدبلهم واحط معاهم شويه بسله، بس البسله تكون مجمده، فمش محتاج ان انا اسيبها او احطها تستوي من الاول. ده بالنسبه للرز. فالرز هيكون عندي انواع خضار مختلفة. الحاجات اللي انا برأيها عموما في طول الوقت ايه؟ لو انا عندي بسلة وبقطع معها خضار، يبقى اقطع الخضار قد البسلة. مش هتحكم في البسلة، مش هتحكم في حجمها، مش هعملها حجم كبير، هيكون هو ده الحجم والخضار اللي بقطعه معها قدها. يبقى في الحالة دي بقطع الخضار قد البسلة عشان كلهم ياخدوا سوى واحد. اما يكون عندي خضار نوع تاني زي مثلا بصل وكرفس وجزر او كوسة، دول بيكون حجمهم كبير، اذا ممكن اقطعهم بشكل تاني، ممكن اعملهم على هيئة عدان كبريت. يبقى اذا طريقة الخضار اللي انا بخلطه مع بعضه بيتحكم في الشكل اللي انا عايز اطبخهم بيه، او الشكل اللي انا عايز اقطعهم بيه. هنعمل دول للمكرونة، ولو عندي مكرونة طويلة هيبقى يفضل ان انا اقطع لها حاجة طويلة زي الكوسة وزي الجزر وزي البصل. هندبل دول ونتبلهم بملح وفلفل، نحط كل دول مع بعض ونحط شوية ملح وفلفل عليهم. والاثنين بعملهم بحط لهم شويه زيت، وبحمرهم شويه او ادبلهم شويه في شويه زيت. ممكن استعمل اي نوع زيت، زيت خضار. نرجع بعد كده، ولو انا هسويهم سوا كامل بسويهم تسويه كامله، يبقى مش محتاج ان انا اخلطهم الا في اخر لحظه. او لو حبيت ان انا اسويهم، ولو خصوصا لو عندي حاجه زي كده وعايز اعملها واحطها في قلب طاجن واغطيها واسيب واخليها تكمل سواها في الفرن، او اخليها في مكان دافي عشان تستوي. فهنحط هنا الخضار مع بعضه، والخضار دوت هنسيبه ندبله. ده بتاع المكرونه زي ما اتفقنا، وده بتاع الرز، واكيد انتوا شفتوا الالوان من غير ما احنا نلمس مكرونه ورز وهم البيض اكيد هيلونوا. اما بالنسبه للضلعه نفسها كضلعه، التتبيله بتاعتها واللي انا دقته انها بتيجي وبتتسلق، وبعدين بعد ما تتسلق بتتبل وبيتحط عليها زبادي وبيتحط عليها دقيق. طيب ده طعمها كانت حلو جدا، بس بقت ناشفه شويه، وسبب انها ما بقاش فيها يعني بعد ما اتسلقت ما خدتش اي نكهه من الميه اللي هي مسلوقه فيه، او المرقه اللي هي مسلوقه فيه، هي نزلت النكهه في الميه. طب انا عايز اضيف لها نكهه، مش عايز اخد منها نكهه، فاعمل ايه؟ هعمل لها تتبيله. هجيب شويه ثوم، وهنجيب شويه كركم، وهنجيب شويه فلفل اسود، نحط هنا فلفل اسود، وممكن استعمل قرنفل، ممكن استعمل حاجات انا مش متعود استعملها بس موجوده عندي اوريدي في المطبخ، واكيد احط ملح، وممكن حتى لو عندي حبهان مطحون ممكن استعمله. بخلط دول مع بعض مع الثوم كويس، وبحط شويه زيت على اساس ان هم دول هيكونوا معجون. هعمل معجون الاول، وبعدين مش هشيل الزبادي منها، هخلي الزبادي زي ما احنا متعودين نستعمله،
هحط الزبادي. المختلف هنا ان انا هضيف الدقيق على الزبادي، يعني انا هضيف الدقيق نوت على الخليط دوت. يعني انا بعمل المعجون دوت او الخلطة دي، نجيب شوية الدقيق ونحطه هنا وبقلبه. يبقى انا عملت العجينة نفسها اللي هي هستخدمها للتتبيلة بتاعة الضلعة. يبقى في الحالة ديت اللي انا عايز اعمله ان انا اجيب الضلعة واحط عليها التتبيلة ديت، بس عايز الدقيق اللي انا احطه يكون كافي عشان احطها عليه هو اللي يحمرها. حطها هنا ونقلبه، وده يكون كافي كعجينة، لان مش هعمل عجينتين، يعني انا هعملها واحدة بس. واجيب الصاج اللي هستعمله، وطالما احنا بنلون وبنستعمل بقى الخضار، طب ليه برضو ما استعملش خضار استعمله في تسوية الضلع؟ هجيب برضو الجزر والكرفس، هما نفس الخضار اللي استعمله باكتر من طريقة. على النار بيبقى ليه شكل، على في القلاية بيبقى ليه شكل، في الفرن بيبقى ليه شكل تاني. بحط دول هنا هوت وبتبلهم بملح وفلفل، وممكن احط معهم شوية زيت صغيرين، نقلبهم وبفردهم هنا. ودول اللي هيكونوا للضلع نفسها، دول اللي هستعملهم تحت الضلع نفسها. كده كده انا هسويها، وزي ما قلت انا هسويها في الفرن، مش هسويها في الزيت، او مش هسلقها وبعدين اقليها، اعملها خطوة واحدة بس. والخطوة ديت عايز يكون فيها كل المنكهات، فهاجي هنا ونحط التتبيلة اللي احنا عملناها، ولو حبيت تتبيلها قبلها بيوم هيكون افضل، يعني ممكن تدي طعم احلى وافضل لو عملتها قبلها بيوم. وممكن كمان اجيب سكينة واعمل فتحات هنا هوت فيها على اساس تدخل التتبيله ديت جوه الضلعه. نعملها من ناحيتين حسب القطعه اللي انا هستعملها او قطعه اللحمه اللي انا هستعملها. وبعدين بجيب التتبيله هنا وندعك الضلعه كويس من ناحيتين، بعملها من الناحيه دي واتاكد انها كلها اتغطت، وبحطها هنا وبجيب بقيه الخليط وبعجنه وبحطه عليها من ناحيه دي. يبقى في الحاله ديت انا غطيتها بالخليط دوت، وعشان اتاكد انها هتديلها هتبقى ليها شكل من بره، اتاكد ان كل حاجه هنا اتحطت، اديتها شكل من بره وشكل يكون محمر، اللي هي فكره الزيت ان انا بحطها في الزيت. فانا حاطط زيت اوريدي، ممكن اجيب شويه دقيق بقسماط صغيرين مش كتير، شويه دقيق بقسماط يدوبك بس برشهم، ما بحطش كتير عشان ما يتشربهاش وما تبقاش دي يعني مش عايزه تعجن، عايزه زي ما هي كده وتبقى من فوق ناشفه. فاخدها واحطها، لو حسيت ان انا محتاج احط شويه مرقه هنا مع الخضار اعمل كده، هحط دي في الفرن. الفرن بيكون حرارته 180 وهسويها سوا كامل. يبقى انا حطيتها نيه، تغيير هنا، حطيتها نيه، حطيت التتبيله جوه اللحمه، وبدل ما احطها بس كده حطيت كمان معاها خضار من تحت غير الخضار اللي انا ابتديت اعمله معاكم واللي هستعمله للمكرونه ومع الرز. وكمان هنسوي الضلعه، ولما نرجع نشوف هنسويهم ونقدمهم ازاي. نشوفكم على خير. ودايما عمرين. ودايما عمرين. ست فاطمه اهلا بيك. يا ترى بتتابع التلفزيون؟ بتتفرج على التلفزيون؟ بتعرف طبعا. مش بتكلم على مسلسلات، انا بتكلم على برامج طبخ. طبعا عندك مشكله بتتفرج عليه. طب يا ترى بتعملي اي حاجه تعمل في برامج الطبخ؟ بعمل اي شيء طبيخ. لا، لو انا مثلا قلت هعمل انا اكل سوداني، تتقبلي ان انا اعمل اكل سوداني؟ لا طبعا ما بتقدر انت تعمل اكل سوداني زينا. ما انا جاي عشان تعلميني. لو انا خدت منك الاكل السوداني وانا حاولت اعمله، هتتقبلي لو انا ضفت عليه حاجه؟ لا. ليه؟ لان طبيخك ما زي طبيخنا احنا اللي بنعمله. طب ولو انا قلت هضيف عليه حاجه زي اللي انت بتعمليه وانت وريتيني، وانا قلت طب ممكن تزودي عليه كذا وتزودي عليه كذا، هتصدقيني وتروحي تزودي عليه وتعمليها ولا مش هتجربيها خالص؟ لا ما هجرب. مش هجرب. انا خبره اكيد جدا. طب عموما على كل الاحوال هنشوف، بس هحاول وان شاء الله برضو ايه عرفيني، بس جربي مره. ما انا هجرب اللي انت هتعمليه ونشوف اذا كنت انت اللي هتفوزي ولا لا. كويس جدا، ما عندك اي مشكله. فاحنا هنلون الرز وحطينا عليه شويه الخضار، والرز قلنا نقطع الخضار صغير، وبعدين بخلطه معاه كويس بحيث ان انا في الاخر ممكن اضيف الخضار لو انا عايز اسخنه، او لو قلت لو حبيت احطه في طاجن بعد ما بتساوي كل الخضار واحطه وادبله، احطه في طاجن واسيبه على اساس يفضل سخن. فديت بدل ما احط بس رز ابيض يبقى انا ضفت له شويه خضار، فده نحطه هنا. وديت ممكن نحط عليها الضلعه اللي احنا تبلناها، ونوريكم برده بنتابع معاها ازاي في الفرن. دي بقى يكون اول حاجه اللي هو الرز. اما بالنسبه للمكرونه، عملنا برضو المكرونه بنفس الفكره بنفس الطريقه، ان احنا لونناها
ولو عايز احط عليها شويه من صلصه الطماطم نحط شويه صغيرين من صلصه الطماطم، وبعدين بقلبهم. يعني مش لازم اطبخ الطماطم، مش لازم تبقى مكرونه اللي هي الاعتياديه اللي احنا بناكلها، ممكن تكون الخضار اخر لحظه بضيفه عليها تسهيلا، وخصوصا لو بعملها لمجموعه كبيره او اكل بعمله بكميه كبيره. والطماطم مش هتكون كتيره، يعني مش هتكون كميه طماطم، لان انا اصلا الضاله عندي عندها صلصه ممكن تنزل على ده وتدي له طعم مختلف. فنحط هنا المكرونه في قلب الطبق اللي بقدمها فيه، وبنتاكد ان احنا بنفرده نقلبه كويس. وبعدين الطبق الثالث نشوف هنحط فيه ايه. احنا حطينا اصلا خضار تحت الضلع، نشوف ممكن نستخدمه ازاي بحيث ان هو يبقى برده جزء من الاطباق اللي احنا بنقدمها. نشيل اللي وقع هنا، وبنعمل اخر حاجه اللي هي الضلع. بالنسبه للضلع زي ما قلت ان انا بحطها في الفرن واسيبها تستوي، بتكون حراره الفرن حوالي 180. لكن اثناء الفرن، اثناء ما هي بتستوي واثناء ما انا بسويها، ممكن احط لها شويه مرقه صغيره، على اساس ان انا لما تاخد نص سوا صغيرين باخدها بطلعها. ممكن اغطيها بورق ألمونيا، يعني باجي هنا نحط عليها ورق ألمونيا وبسيبها تكمل سواها. يبقى اذا نص المده بسيبها تتحمر من فوق، والنص الثاني بيبقى من غير ما احط عليها غطا. والسبب ان انا عايزها تتكمر وتبقى ليها لون اللي هو اللون اللي هو حطيت فيه دي البقسماط من فوق. وبعدين لما بنسويها نجيبها هنا ونقدمها. يبقى اذا الفكره ان انا ما قليتهاش، ما حطيتهاش في زيت، وحطيتها بس وحطيت الخضار تحتها، فالخضار طلع ميه، انا حطيت شويه ميه، وهي نفسها ده بيكون شكل الضلع لما بتستوي. بتاخد اللي هو نفس الفكره ونفس اللون اللي انتوا بتسووه بيها، بس الفكره بتكون مختلفه شويه. فممكن اجي نحط القطعه ديت فوق المكرونه، وممكن احط القطعه ديت هتكون هنا فوق الرز. وطالما انا عملت خضار وسويت الخضار ومتبله، يبقى ممكن اعملها برضو مع خضار، او ممكن يكون ده الخضار اللي هحطه مع المكرونه او مع الرز، يبقى مش لازم تعمله يعني شغل زياده. فانتوا لو شايفين ممكن تستعملوا الخضار دوت تضيفوه على المكرونه، بس تراعوا ان الخضار اللي هيتقطع تحت الضلعه ديت يكون متقطع كبير شويه، وبتكمروه على اساس لما تحطوا المرقه عليه يستوي ويدوب ويبقى سهل في تقديمه. نحط ديت هنا كده، وحتى لو حبيت ممكن عندي اي سائل نزل منها، ممكن يا اما بحطه على الخضار او بحطه عليها هي مباشره. ممكن احطه هنا على الرز او بحطه على الضلعه مباشره. لو حبيت ممكن اشوي خضار، لو مش حابب ان انا اعمل كده ممكن اشوي خضار زي الطماطم، او ممكن اشوي اي نوع خضار، ممكن حتى بصل واحطه عليه. فدي فكره ظريفه سهله بالنسبه للضلعه، ما بتاخدش وقت كتير. يبقى اذا ما سلقتش، وبعدين بعد ما سلقت حطيتها وعملت العجينه وبعدين قليتها تاني في الزيت، كلها خطوه واحده وهتدي نتيجه نفس النتيجه، بل بالعكس اللحمه هتكون لسه طريه. هنعمل مع بعض حلو من القرفه، هيكون عباره عن خبز قرفه او قرفه ملفوفه ومعاها زبيب، لما نرجع ونكمل معاكم. ودايما عمرين. ودايما عمرين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسأل من المحشي. اوكي تفضلي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسأل من المحشي، المحشي العادي. يعني مرات لما نعمل المحشي وبمجرد ما الخلطة نقوم نعملها جوا في الأسود أو العجورة وكذا، يعني بيقوم لما نجدها في النار في التحمير بتقوم الحشوة بتطلع كله، بيقوم بيطلع يعني يخلي الأسود أو العجور فاضي، يعني ما عارفة زيادة في الزيت أو في خلل في الخلطة ولا. وبالنسبه لفاطمه، ما اعرفش كنت بقى تجربي الضلعه، انت قلتي مش هتجربي الاكل بتاعي اللي انا هعمله، خصوصا الاكل السوداني، لكن جربي الضلعه، جربي حته صغيره. انا عملت 3 حتت، مش لازم تكون واحده كامله، وشوفي ديت هتكون مناسبه ولا لا. اما بالنسبه للسؤال اللي كان خاص بموضوع المحشي، انا قبل ما اعمل اللي انا الخبز اللي اعمله دوت هيكون محشي، بس مش هحشيه رز، هيكون محشي من الفواكه وهيكون نوع من انواع الحلويات. لكن كان السؤال ازاي لو انا بعمل محشي وبيطلع منه الرز، يعني لما بتحشيه بيطلع رز. الرز لو احنا بصينا عليه، احنا بنحط له ميه وبعد كده بيتضاعف، يعني بيبقى وحده الرز بتبقى بتتضاعف، يبقى يعني كميه كوبايه رز بتبقى كوبايتين، لان بحط عليها كوبايه ميه. فانا بحشي من الاول براعي ان انا بحط بس تلتين الكميه، يعني تلتين كميه اذا كان البتنجانه او الكوسه او اي حاجه بحشيها، بحط بس التلتين وبعد كده بحط الميه او السائل اللي انا بحطه، فبالتالي مش هنلاقي المشكله ديت معانا. نيجي دلوقتي نعمل مع بعض اللي هي الحلو اللي احنا هنعمله، وهيكون
الخبز اللي هو او الملفوف بتاع القرفة. بستعمل الدقيق وبستعمل معاه هنا بيض، وهحط معاهم خميرة، بيكون خميرة جافة، وهحط مع دول عسل، بدل ما هستعمل سكر هستعمل عسل، وبعدين هضيف عليهم مية، والمية هضيفها بالتدريج. نضيف كل دول ونخلطهم، والعجينة دي هتخلط وهعملها لغاية لما تبتدي تتماسك، وابتدي احط عليها بيت المكونات. انا احط عليها قرفة، لكن مش هحط القرفة جوه العجينة، لان القرفة مع العجينة بتخليها ناشفة. القرفة، القرنفل، وحبة اللي هو جوز الطيب، نفس النوع اللي هو لو اتحطوا جوه العجينة بيخلوا العجينة تنشف، فبالتالي ما بتتحطش في قلبيها. فانا بعجن العجينة ديت وبخلي القرفة بتبقى على جنب، بحيث ان انا بحط هنا معها زبدة، نجيب قطعة زبدة، احط معها سكر، ادور الزبدة مع السكر لغاية لما احس انها كلها تدخلت وبقت زي الكريمة، بدعكها كويس، وبعدين بضيف عليها قرفة. فدوت القرفة اللي هي تخليها هتدي الطعم للموضوع كله، او للخبز كله، او الرولز كله. نعجنهم كويس هنا، العجينة تقريبا هنا تمسكت، نوقع عليها. بديت ممكن اعملها بايدي، هتكون اسرع، بس انا اخلي كل دول يتداخلوا سوا. الفكرة في العجينة اللي انا بعملها انها عجينة ممكن ما بتبقاش فيها كمية سكر كتير. ندعك دول، ودول اللي هيبقوا المعجون اللي انا هحطه، ممكن ادوب الزبدة خليها تبقى سايحة شوية. ديت اللي هدهن بيها العجينة، زي ما احنا شايفين بقت تدخلت وبتبقى زي الكريمة خالص، فنخليها هنا. وممكن استعمل معاها زبيب، ممكن استعمل تمر، ممكن استعمل تين، ممكن استعمل اي نوع من المكسرات لو حبيت مع العجينة، يبقى فواكه جافة ومكسرات ممكن يستعملوا مع العجينة ديت. بعد كده بسيب العجينة بسيبها تتعجن لمدة 10 دقائق تقريبا، وبعدين باخدها وافردها، وهي دي اللي هستعملها واحطها على احط عليها الخلطة اللي احنا هنعملها دلوقتي، اللي هي خلطة السكر. نجيب شوية دقيق صغيرين ونفرد العجينة. فمهم جدا ان انا في المرحلة الاولانية بسيبها تتخمر. نفرد العجينة هنا، بعملها مستطيل وبعملها رقيقة، لان انا محتاج ان انا الفها، فعشان اخليها تتلف حوالي مثلا دايرة او مرة او مرتين، الاسطوانة مرة او مرتين، محتاج اعملها رقيقة جدا. وهتبقى طولها حسب انا عايز اقطعها على كام قطعة. طيب ونفردها مرة كمان الناحية دي، وبعد ما سبتها تتخمر هفرد عليها الخلطة ديت اللي احنا عملناها، اللي هي بالزبدة، نحطها هنا، وبعدين احطها الفها. اتاكد ان انا عندي كمية كافية هنا تغطي العجينة. نفردها كلها، وبعدين بحط عليها المكسرات. زي ما قلت ممكن احط مكسرات لو حبيت، او لو حبيت ممكن استعمل الفاكهة الجافة والمكسرات مع بعض. نفرد كل ده هنا، نفردها كويس. فديت هيكون الشكل بتاعها، وبخلي اخر قطعة فيها ما فيهاش حاجة علشان لما تلف تلزق فيها. وبعدين بجيب المكسرات او الفاكهة الجافة، نحطها هنا ونضغط عليها، وبعدين الف ديت واسيبها تتخمر مرة كمان. ناخدها كده، وبعملها رقيقة، بخليها رقيقة. ممكن دي تتعمل على مرتين او ثلاثة، وزي ما احنا شايفين ممكن افرد العجينة، وبعدين بقطعها وارصها في قلب القالب اللي انا هسويها فيه. لما بقطعها وبحطها في القالب بسيبها تتخمر مرة كمان. تقطع كده اهو، بحاول اقطعها بنفس الحجم، كلهم بيبقوا في حجم واحد تقريبا. اقطعها دوائر متساوية، وبعدين بجيب القالب اللي بحطها فيه، نحط شوية، نحط العجينة اهو حسب حجمها هيبقى قد ايه. بسيب مسافة لانها ديت محتاج اخمرها، ودي مهم جدا المرحلة دي، محتاج ان انا اخمر العجينة دي. دي ما دخلش الفرن الا لما تتخمر، لازم تتساب وتتخمر. فلما بحطها واخمرها بيبقى ده الشكل بتاعها. يعني نوريكم هنا الشكل والاختلاف ما بين الاتنين. فديت بيكون العجينة بعد ما بعملها بسيبها تريح تتخمر، وبتبقى بالعلو دوت. فمهم جدا ان انا اخمرها قبل ما ادخلها الفرن، لان بتحتاج انها تبقى هشة وهوائية لما اقدمها. هعمل معاها صلصة، والصلصة هيكون عبارة عن عسل. بجيب شوية عسل مع سكر بودرة، نحط شوية عسل هنا مع سكر بودرة، واضيف عليه مية.
ممكن احط لبن لو حبيت وشويه ميه صغيرين هنا. ودي بتبقى اسرع صلصه ممكن اعملها، اضيفها على الصلصه ديت اللي هي بتبقى احطها على ممكن زي فكره الدونتس او ممكن اللي هو فكره السينامون. حط شويه ميه كمان هنا وندوبهم. فدي هتبقى الصلصه اللي انا هستعملها وهزين بيها، سكر بودره وميه. ممكن ما احطش عسل لو حبيت، او ممكن احط شويه لبن حليب. فده بيكون اللي هو اسمه فوندان، ده بيكون الصلصه اللي انا هستعملها وهزين بيها. لما بطلعها من الفرن بتكون مستويه، اسيبها تبرد شويه، فده بيكون الشكل بتاعها. وعشان كده احنا سيبناها تتخمر، مهم جدا ان انا اسيبها تتخمر عشان يبقى ده الشكل بتاعها. بعدين نجيب الفوندان ده ونحطه عليها على الوش. وبيكون ديت اللي هي فكره السينامون اللي انتوا بتشوفوها، اللي هي بتبقى معموله وممكن تتباع. ممكن اعملها وحايد، يعني مش لازم اعملها كلها في صينيه واحده. نحطها هنا، اتاكد ان كل واحده متغطيه. بعد كده نحط شويه من هنا. فاذا حبيتوا ممكن تضيفوا بلح بدل الزبيب، لو حبيتوا ممكن تحطوا سوداني، ممكن تحطوا عين جمل، او ممكن الاثنين مع بعض، او كل دول مع بعض. لو عايزين تخلوا ديت لونها شوكولاته ممكن تحطوا شويه كاكاو عليها من وش. نحط شويه السكر هنا. فدوت هيكون فكره اللي هو السينامون او السينامون رولز زي ما بيسموه. يبقى اهم حاجه، اهم مرحله او اهم خطوه بنعملها، ان احنا لما بنعجن عجينه بتتعجن لغايه لما كلها تبقى مندمجه تماما مع بعضها. بسيبها تريح، بفردها وبحط جواها زبده مع سكر وقرفه، على اساس ما بتحطوش مع العجينه، بتحطوا جوه. وبعدين بحط معاهم شويه مكسرات وفاكهه جافه، بحطها في القالب اللي انا هسويه فيه واسيبها لغايه لما تتخمر. ممكن اسيبها حوالي 20 دقيقه، ممكن نص ساعه. وبعد كده هوت باخدها وادخلها الفرن، واحاول اخلي الفرن على 180 درجه. بتاخد في الفرن حوالي 35 دقيقه ل 40 دقيقه حسب حجمها وحسب انا قاطعها قد ايه، يعني دي بتعلى وبتكبر. لما بتطلع بغطيها بالشربات او بغطيها باللي هو الفوندان اللي احنا عملناه، كان سكر بودره. ممكن حوالي معلقتين ميه كبار بيتحطوا على كوبايه من السكر بودره. انخل السكر بودره لانه مهم جدا ان انا انخله، لان في ساعات بيحطوا فيه نشا. وممكن معاه احط عسل لو حبيت، او ممكن احط لبن بدل ما احط الميه. فده هيكون الحلو بتاعنا اللي احنا عملناه بعد ما عملنا الضلعه اللي هي كانت مع رز ومكرونه، لوناهم وحطينا معاهم خضار. عندنا سؤال، هيبقى فيه اسئله كل يوم، وبعد السؤال هيبقى فيه اكيد طبعا انتوا تبعتوا الاجابه عشان هيكون عندكم جايزه ان شاء الله. فتعالوا نشوف سؤال النهارده هيكون ايه. دايما عمرين عملنا النهارده الضلع والرز، وعملت معاهم الحلو السينامون. تفتكري ده كده خرج عن المعتاد وعن الطبيعي؟ لا، بس انا يعني الحقيقه الكويسه في الوجبه اللي انت عملتها انها فيها تنوع، يعني فيها نشويات، فيها بروتينات، وفيها خضروات. لازم ياخذ كفايته من النشويات والبروتينات والخضروات. طيب. مكمل برضو صنف الحلوى يعني اللي انت عملته، بس الاعتدال طبعا دائما احنا بنقول في الحلويات عموما. احنا عندنا كل يوم سؤال على اساس ليهم جايزه، والسؤال بيجي من موضوع البرنامج اثناء الحلقه. بنقول حاجه يا اما في الفقره اللي انا بعملها معاكي بيبقى في سؤال. طيب عشان اسهلها، وديت اول سؤال ليهم، ايه السؤال اللي نساله لهم ويقدروا يطلعوا بيه باجابه ممكن يفوزوا بجايزه؟ سؤال من الحاجة اللي اتعملت، اللي يعني انت اللي انت شايفها حاجة تكون سهلة، حاجة متجاوبة. طيب نقول الوجبة المثالية ممكن تكون فيها شنو يعني بالظبط؟ ده خلاص يبقى دوت فعلا سؤال. ايه الوجبة المثالية يكون فيها ايه وايه وايه؟ وانا سألتها لهم. على العموم هيكون كل يوم عندنا سؤال، واكيد هيكون في جوائز، وهيكون معانا كل يوم هبة، وهنتكلم على اللي احنا بنعمله. وقبل ما نسيبكم نقول لكم دايما عمرين. ودايما عمرين. دايما عمرين. هو ايه اللي حصل؟ هي دي مش جاهزه اصلا؟ انت عارف احنا معطلينهم كده يا جماعه، دول جايين يعملوا شغلهم وبنمشي، احنا بنقف في السكه معطله. اتفضل يا جماعه.
1-1-1 قريب 2-0 عمرين. هو انت شغال لوحدك ومش شغالين لوحدي والطوالين اللي فوق دول ليه؟ انتوا جايين تصوروا، ما حدش فيكم جاي يشتغل. ها محمود المقرفص ده بالنسبة لإجابة السؤال عشان كان السلك باين، فبنعيده تاني.